أستاذ إبراهيم حجازي، قضية الإسعافات الأولية مدى أهميتها وخطورتها في نفس الوقت؟ الحقيقة أن الحكاية دي لفتت نظري في ساعة الحادثة بتاعت القطر والحريقة اللي حصلت، وحد بيجري النار ماسكة فيه وبيجري. لو إحنا عارفين إسعافات أولية، الراجل ده لازم كان حد يكعبله وقعده على الأرض، لأن طول ما بيجري بيزود الأكسجين، الهواء بيولع أكتر. إنما الموضوع تكشف لي إحنا عندنا ثقافتنا أو يعني معلوماتنا عن حاجات كتيرة جدا قليلة قوي. بس من أخطر الحاجات المهم نتعلمها، يعني لازم نتعلمها. وأنا بقول الكلام اللي هقوله ده، أنا بقوله للجنة الثقافية في النادي الأهلي وفي كل الأندية، يا جماعة في عرضكم نيجي الناس ديت. أنا اتكلمت، حصل اتصال بيني وبتاع الهلال الأحمر بحيث يعمل لك دورات ببلاش، مهمة جدا. احنا الدورات ديت عايزين نبقى كل يعني فوق ان شاء الله. البتاع كان معايا برناوي خالد الظاهر، والله ما انا عارف كتاب الاسعافات الاولية، ازاي انك انت في الاسعافات الاولية تعمل ايه. طب احنا في النهاردة في اي بيت، اي زوجة او ام او بتاع، عادي قوي ان ممكن يحصل مشكلة. طب انا عايز حد يشارك مع حضرتك في النقطة دي، عايز اسيب حوار مفتوح بين حضرتك. ده مش في ده مش لا انا عارف، بس هو زملائنا فعلا اتصلوا معانا على الهاتف وسمع حضرتك، لان احنا هننتقل لنقطة تانية، فعايز حضرتك تمزج اسئلتك في الاتجاهين مع الدكتور احمد السواح لانه معانا على الهاتف. فكرة الاسعافات الاولية والثقافة العامة الطبية في مصر واهميتها في المواقف اللي زي دي لا قدر الله لو اتكررت، وايضا فكرة المكملات الغذائية الخاطئة او المضرة بالقلب. أحمد فكرة الثقافة العامة، لا خلينا بس طيب. يعني هو معانا، خلينا ارحب بس بالدكتور احمد سواح واسلم حضرتك مقاليد الامور للحوار معه. دكتور احمد سواح اخصائي القلب والقسطرة بالمعهد القومي للقلب، اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور احمد، وسعداء بمشاركتك معنا في الحوار. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. معانا استاذ ابراهيم حجازي وهو هيسال حضرتك في عده اتجاهات. اتفضل يا استاذ ابراهيم. مساء الخير يا دكتور. الاول مساء النور يا فندم. الحقيقه الموضوع بتاع التاني احنا اصلا نقلتنا من حته لحته، وهم اخواننا اللي عملوا لنا حكايه. هنسيب الاسعافات الاوليه ونتكلم في دي دلوقتي. ازمات قلبيه للشباب، كونك تفاجئ ان شاب وعنده ازمه قلبيه. فلما سمعت الكلام ده كلمت مع دكتور احمد، قلت له ده الكلام ده جد؟ قال لي اه. قلت له يعني ايه؟ قال لي لا، ما هو الشباب دلوقتي في حكايه الجيمات اللي موجوده، ان فكره عايز يعمل جسمه وبتاع ويبقى عنده عضلات، وعشان خاطر يبقى محط انظار من البنات والبتاع، وهو لا يدري، فيبتدي المكملات الغذائيه او ما يسمى مكملات غذائيه، وداخلها حاجات كتيره غلط. لقيت الموضوع من الخطوره ان احنا لازم اتكلم مع يعني مع الدكتور احمد سواح ده، لان احنا النهارده بقى عندنا مشكله في هذا الموضوع، مشكله في هذا الموضوع. اللي ايه المشكله؟ ايه بقى يعني يا دكتور؟ الاول بس عشان نبتدي فعلا عشان خاطر الساده المشاهدين، فعلا شباب في سن صغير جات له ازمات قلبيه وعنده اورده او بتاع ده، اصابها تلف من الادويه اللي بياخدوها؟ اه طبعا، للاسف الموضوع ده بقى منتشر جدا 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 في الايام. طبعا شباب بيبقى عايز يبقى شكله حلو وجسمه كويس ويلبس لبس يبقى جسمه باين فيه بصوره مميزه. طبعا كمال الاجسام كرياضه هي رياضه مهمه جدا وفعلا فيها فايده، لكن هو عشان يقدر يوصل للفورمه اللي هو محتاج يوصل لها بتحتاج مجهود بياخد شهور واتنين. فطبعا هو بيبقى عايز ياخد حاجه سريعه، رد خلال شهرين ثلاثه يكون وصل للصوره اللي هو عايزها عشان يقدر يعني يبدا يعني يستمتع بهذا الجسم الجميل يعني. فالمشكله ان طبعا بيلجا بقى لما يسمى بالمكملات الغذائيه، وهي المشكله ان الحته دي ما فيهاش شفافيه كبيره من معظم الشركات اللي بتتعامل في المجال الصحي. يعني المفترض ان الحاجه اللي اللاعب بياخدها بتبقى اسمها بروتينات. البروتينات في حد ذاتها مش حاجه خطيره، بالعكس هي حاجات مستخلصه من اللبن، مستخلصه من البيض، بياخدها اللاعب عباره عن باودر بيتحط في ميه ويشربه. لو هي كانت مقتصره على البروتين اللي هو شبيه البروتينات الطبيعيه اللي بياخدها من الاكل، كان الموضوع مش هيبقى فيه هذا الضرر اللي بيحصل. لكن هي المشكله ان البروتين ده اولا بياخد كميات اكبر من المعتاد، هذه الكميات بتخرج بعد كده من خلال الكلى، تخرج من خلال الكبد بيبدا يكسرها، تاثر له على وظائف الكلى بتاعتك، تاثر له على وظائف الكبد، تبدا تعمل لخبطه في الجسم. ده لو افترضنا ان هي بروتينات خاطيه مش مضاف عليها حاجات. المشكله بقى الاخطر ان وسط هذه البروتينات يبدا يتحط هرمونات علشان تقدر تديله نتائج سريعه، زي بعض الحاجات ممكن تتحكم بيها زي الدواجن والحاجات اللي زي دي عشان يكبروا حجمها.
فتخيل انت بني ادم بياخد بروتين جواه هرمونات زي الكورتيزون زي التستوستيرون تدينه نتائج سريعه، في نفس الوقت طبعا دي بقى بتدي اذى عنيف في اي كميه حتى لو كميات ضئيله جدا جوه البروتينات اللي بتاخدها دي. طيب يا دكتور اتفضل يا فندم. اتفضل ماشي مع حضرتك. طيب انا عايز اقول المكملات الغذائيه نقدر بصفه عامه نعمه ام نقمه، يعني حاجه كويسه ولا حاجه وحشه عموما؟ احنا هي المشكله زي ما قلت لحضرتك في عدم وجود الشفافيه في المنتجات اللي بتتواجد في الصيدليات. المنتجات دي المفروض بتتاخد تحت اشراف طبيب متخصص، بتتاخد بكميات محدده، لازم يكون اللاعب بيمارس معاها الرياضه بصوره عنيفه جدا عشان خاطر يقدر يحرق هذه الكميات من البروتين بالصوره الموجهه السليمه للعضله. الحاجه الثانيه لازم يكون المنتج نفسه مضمون انه محطوط جواه هذه الكميات الرهيبه من الكورتيزون والتستوستيرون عشان تديله النتائج السريعه اللي هو بيطلبها. بصفه عامه البروتين العادي اللي هو اللاعب بياخده لو هو بروتين صافي بكميات محدده تحت اشراف طبيب ما بيبقاش حاجه خطيره. هي المشكله ان اولا ما بتكتش تحت اشراف اطباء. طب اسمح لي يا استاذ ابراهيم، عفوا يا دكتور، طب ليه الناس ما تاخدش البروتين بصوره العاديه وتاخد البروتين ده اقراص بيلز او باودر يذاب في مشروب؟ ليه ما ناخدش البروتين بصورته العاديه وهل تاثيره اقل يا دكتور؟ ده اللي بنقول. لا هي الفكره مش في التاثير اقل، الفكره ان البروتين احنا عشان اللاعب ياخد كميه البروتين اللي هو محتاجها عشان يبني العضله بتاعته الموضوع بيبقى مكلف، ياكل لازم ياكل كميات كبيره جدا من الاكل. والرياضي السليم اللي هو معاه مدرب فاهم وواعي بيخليه فعلا ياكل بالكميات الكبيره اللي تسمح له تكوين العضله بصوره طبيعيه. البروتينات الباودر بتبقى حاجه مركزه جدا، فطبعا بالنسبه للاعب هتبقى حاجه على كوبايه لبن بيشربها قبل اللعب، ثمنها بالمقارنه بينزل يعمل وجبات اكل متكرره مليانه بروتينات تكلفتها اقل، لكن ضررها عالي جدا لان اولا بياخد البروتين بنسب مركزه عاليه جدا، طبعا ده بيبقى تحميل عالي جدا على وظائف الكلى ووظائف الكبد اللي هي مسؤوله عن تكثير الكلام ده وتحويله الامينو اسيدز وتحويله لحاجات مفيده للجسم، فطبعا بيعمل ارهاق رهيب للحاجات دي. وزي ما بقول لحضرتك الاهم بقى ان هي عمرها ما بتبقى بروتين صافي، لازم بيتحط جواها هرمونات زي الكورتيزون وزي التستوستيرون. طبعا التستوستيرون ده هرمون الذكوره، فاوتوماتيك هيروح مطلع له عضلات ضخمه، هيبدا يحس بان الامور بالنسبه له افضل، لكن ده بيبقى تحسين زي ما بيقولوا تحسين مؤقت، لان مع الوقت التستوستيرون نسبه هتبقى عاليه جوه الدم، فالجسم هيبدا يتخيل ان في زياده في افراز التستوستيرون، فيبدا اوتوماتيك الهرمونات اللي هي المحفزه اللي بتطلع من المخ تبدا تقل، فالتستوستيرون الطبيعي بتاع الجسم يبطل افرازه. فتخيل بقى فيبقى على المدى الطويل رد الفعل عكسي عكسي للجسم، ده هتحصل مصيبه ثانيه. صحيح ده مصيبه كبيره. النهارده الصيصيه بيوجد فيها 40 ضعف نسب التستوستيرون اللي موجوده في الدم، وبالتالي انت لما بياخد هو هذه الهرمونات في المكملات اللي بياخدها بيبدا الجسم يتخيل نسب عاليه من التستوستيرون، فيبدا اوتوماتيك يعمل ايه؟ يقلل افرازه للهرمونات اللي بتحفز التستوستيرون، فيتوقف افراز التستوستيرون في الخصيه، فيبدا يظهر في اعراض الضعف الجنسي واعراض البروستاتا بتضمر، الخصيه تضمر، وبعد ما الخصيه تضمر يتوقف افراز انتاج الحيوانات المنويه تصب العقم، فيبقى هو عمل جسم من بره يعني عظيم، لكن اصاب نفسه باضرار صحيه. طيب دكتور، يعني اذا كانت المكملات انواع يعني وبالتالي المخاطر انواع، هل نقدر حضرتك تسمي كده بقى عشان الافنديه اللي بيعملوا دول تقول له كذا هيعمل كذا كذا هيعمل كذا؟ ما بص طبعا الاسماء اللي موجوده اسماء كثيره، في مكملات بيسموها بري وورك او بوست وورك، دي انواع كتير، لكن احنا بنقول لو بصفة عامة هننصح الرياضي يعمل ايه؟ هننصحه ان يبتعد تماما عن المكملات الغذائية بجميع انواعها. هو يلتزم بنظام غذائي جيد تحت اشراف مدرب وتحت اشراف طبيب. المكملات بجميع انواعها يبتعد عنها، لان المشكلة ان هي بتعمل اعراض ثانية كمان غير القصة دي، تأثيرات عنيفة على القلب. احنا بنشوفها بقى بيجي لنا شباب 30 سنه و 35 سنه بتلاقيه عنده قصور شديد في الشرايين الثديه وجلطات متعدده، ودول بادي بيلدرز يا دكتور، دول عاملين عضلات بيتمرنوا في الجيم وعاملين عضلات. ايوه من بره هلا من جوه
احنا عشان يجي لنا شاب صغير مصاب بجلطه في القلب، يعني هي ليها حاجه من ثلاثه، يا اما بعض الشباب اللي هم بيتجهوا للمخدرات والكوكايين والحاجات اللي زي دي، او الشباب اللي بيلعب جيم وبيتعاطى بقى البروتينات وهرمونات بصوره مكثفه، او بتكون حاجات جينيه ودي نسبتها مش كبيره، ان هو جينيتكس يعني هو من عنده نسب التجلط عاليه، او هو عنده مشاكل وراثيه في الشرايين التاجيه، ودي نسبه يعني مش النسبه الغالبيه، لكن معظم الشباب اللي بينا بنشوفهم يا اما بيلعب جيم وبياخد هذه المكملات وفي الاخر بينتهي القصه انه بيبطل جيم، بيعمل عمليه قلب مفتوحه وبيركب دعامات وبيبدا يبقى ماشي على علاج لفترات طويله، وطبعا تزداد فرص تتكرر عليك جلطات مره ثانيه. طيب دكتور بالمناسبه بقى بدل ما نتكلم في ده، عايز حضرتك تكلمنا على القلب الرياضي، او دايما بيتقال على قلب الرياضي انه قلبه متضخم، وحسب ما شفنا ممكن يكون التضخم ده تضخم طبيعي وده منطقي عشان الرياضه، او ممكن يبقى مرضي، واشرح لنا الحكايه ديت لان دي مهمه بالنسبه لينا، خاصه يمكن النادي الاهلي فقد احد لاعبيه بسبب هذه المشكله، يعني محمد ابو وهاب. طبعا ربنا يرحمه. اتفضل. بص يا فندم، هو طبعا العالم كله دلوقتي بدا يتوجه لقصه الطب الرياضي والفحص الوقائي للاعبين قبل الاشتراك في الالعاب العنيفه او الالعاب الالتحاميه. يعني طبعا كره القدم من الالعاب الالتحاميه اللي بيبقى فيها حجم مجهود عنيف بيبذله اللاعب. المفروض ان اي لاعب قرر ان هو يعني يمارس الرياضه بصوره احترافيه، تمارس الرياضه العاديه اللي احنا بنلعبها في بيوتنا، ده بيبقى عليه ورك لود عالي جدا على القلب. فطبعا مع الوقت بيحصل تضخم في العضله بتاعت القلب، زي اي عضله في الجسم، اي عضله بتلعب عليها رياضه بتبدا تتضخم. عضله القلب بالتبعيه بيبدا تتضخم، لكن التضخم بتاعها في 99% من الحالات بيبقى تضخم طبيعي، مفيش اي مشكله خالص، ده نتيجه الرياضه ونتيجه ان هو بيلعب رياضات عنيفه يعني او فيها مجهود عالي. ده كله لازم بيستبعده الطبيب الخاص اللي بيتابع اللعيبه قبل ما بيبدا اللعب والمتابعه الدوريه اثناء اللعب. وهو الدكتور القلب المتخصص هو الوحيد اللي بيقدر يفرق ما بين التضخم المرضي لعضله القلب والتضخم الناتج عن الرياضه. لان هي ليها فاكتورز كتير، احنا طبعا اي لاعب ناوي يدخل في الرياضه بصوره احترافيه لازم بيعمل رتم قلب عادي، لازم بيعمل موجات صوتيه على القلب، لازم بيعمل حاجه اسمها هولتر او رتم قلب مستمر عشان يعمل ضربات القلب على مدى اليوم واثناء بذل المجهود ورتم قلب بالمجهود. الحاجات دي كلها بتستبعد وجود اي عيوب وراثيه في القلب او في كهرباء القلب، لان معظم المشاكل اللي بتحصل او اللي بيتسبب في وفاه اللاعبين في الملاعب بتبقى ناتجه عن بعض الاختلالات الجينيه او الوراثيه اللي موجوده في كهرباء القلب. فده اللي بيتسبب ان مع بذل المجهود العنيف او الرياضه العنيفه اللاعب يبدا يظهر عنده هذا الاختلال او هذا العلل اللي كان ممكن ما يظهرش لو ما كانش مارس الرياضه. دكتور بشكر حضرتك جدا، الدكتور احمد السواح اخصائي القلب في معهد القلب القومي.